دلال ويا مساء الخير لكل اللي بيتابعونا اكيد في يوم جديد. وطبعا موضوعنا زي ما انتم شايفين عن الزواجات وعن الكوش وعن العرايس والافراح. وطبعا زي ما انتم شايفين كوشتنا يعني فيها الكثير من التغييرات، بس حنتكلم عنها بالتفصيل في فقرتنا، ولانه خاصه حلم كل عروسه هو يوم فرحها، ففي تفاصيل كثيره الوحده لازم تنتبه لها. بس هذا الشيء يختلف من مصممه لاخرى اللي بيصمموا هم الكوش والتكاليف او البجت اللي عملتها العروسه ليوم فرحها. بالضبط ايمان، طبعا في هذه الفقره اكيد راح تستفيد كل عروسه قريب فرحها، راح تاخذ تفاصيل اكثر، راح تعرف اكيد ايش الجديد، لانه اليوم حنتكلم على تفاصيل كثير وراح تكلمنا على هذه التفاصيل اللي اليوم حقيقه ابدعت في الاستديو لينا دهلوي. اهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي، وحقيقه سعيدين جدا بابداعاتك اليوم في الاستديو. اهلا بيكي، انا مبسوطه اكثر ان انا معاكم كمان، وتستاهلوا اكثر. تسلمي يا قلبي. طيب لينا في البدايه، هل الكوشه فكرة الكوشة ممكن أنه تكون نفس شخصية العروسة؟ لازم يكون يعني تقلب على شخصية العروسة؟ كيف أختار فكرة كوشة تكون مميزة؟ اليوم أي عروسة تقول لك أنا أبغى أسوي كوشة ما حد سوى زيها. بالضبط. فعشان تعمل فكرة لكل عروسة يعني كده هتستهلك كل الأفكار. يعني طبعاً إحنا بنستوحي الكوشة زي ما قلتي من شخصية العروسة. أنا قبل أصمم الفرح بأجلس مع العروسة، بشوف أفكارها، ممكن نتكلم في مواضيع عامة عشان أعرف شخصيتها، أعرف إيش تحب، إيش الألوان اللي تحبها. ممكن طبعا يكون من ضمن الأسئلة أنه إيش تخيلها لليلة عمرها، لأن تعرفي هذه ليلة العمر ما في بنت إلا بتحلم بيها وتكون مخططت لها من هي صغيرة، فهي ليلة مهمة بالنسبة لها. فندخل في بعض التفاصيل كده، أحيانا ممكن نعرف إيش وظيفتها، إيش كده يعني لأدق التفاصيل. وفي بعض العرايس بيكونوا هم اوريدي معبين افكار، يعني بتجيني جاهزه انا ابغى كذا كذا، واحيانا تكون تعرفي متداخله، فنختار الافكار اللي تكون مناسبه لها اكثر لميزانيتها اكثر وكذا ونشتغل عليها. حلو. بس لينا اليوم بنتكلم على انه من زمان كانت الافراح بطريقه معينه وكان يمكن موضه معينه، ودحين اكيد في اختلاف. يعني فتره جات اللي هي الافراح اللي كلها ورود، بعدين جات افراح اللي كلها مودرن، بعدين جات افراح اللي فيها غوامق. فنبغى نعرف ايش اكثر شيء دارج عندنا في الفتره الاخيره، خاصه انه بعد رمضان اغلبها موسم الافراح. فايش بتشوف الناس اختياراتهم بتكون دارجه على ايش؟ دحين صار المعظم العروسه كل واحده تبغى هي فرحها يكون مميز بطريقه اخرى، يعني ما صار فيه زي زمان انه مثلا زمان زي ما قلت اللي هي الود كونستراكشن خلاص كله اللي هي زخارف وكله بنفس الشيء. لا، صاروا العرايس انتقائيين اكثر، صاروا يعني يبغوا يحطوا لمستهم في الفرح اكثر بالوانهم بكذا. يعني ما في شيء دارج بحد ذاته، في حاجات زي ما هي ما زالت، يعني برضه في عروسه تحب الكريستالز يعني بنضيف لها، فعشان كده صار في تباين في الافراح، كل فرح له شخصيه ولي على حسب العروسه على نفسها واختياراتها. صار دحين انه تمسك الديكور كامل، مو بس كوشه وطاولات وكذا، لا صار في وعي اكثر انه تبغى الفكره تكون من بطاقات الدعوه كمان. صح. أيوه. حلو. لكن لينا يعني بنشوف الحين انه واحده مثلا تختار لون واحد يكون هذا اللون هو لون الكوشه، هو لون الورود، هو لون حتى في هذا اللون بيكون في من فستانها، وفي لا تلاقي لا حابه انه يكون في الوان مره كثير، فايش هو الدارج في الفتره الاخيره؟ والله حسب العروسه، حسب العروسه، بس يمكن المعظم دحين بيروحوا لالوان الفرايح اكثر، الباستيل اكثر، الابيض بيكون، يا انه يعني الاحمر. شوف الورد مثلا بالنسبه للويدنج الاحمر ما يموت، صح؟ ما يفضل تجيك الا ما تجيك واحده تقول لك انا ابغى فرحي كله احمر، برضه يعني اتس اسمبل اوف لاف يعني. ف يعني ما الأحمر متباينين الاحمر والابيض والذهبي، والذهبي ما يخلف فرح ما من دول الثلاثه. صح. هذه يعني زي ما تقولي العروسه اللي هي اللي تبغى تكون في السيف سايد بتختار الالوان دي. اكيد. بس لينا اليوم انت مبدعه معنا ما شاء الله في الاستديو، عاجبنا كل الشغل اللي سويتيه وصراحه تفاجئنا، بس نباك تكلمينا على التفاصيل اللي موجوده عندنا. يعني فكرة البيانو هذه أول مرة أشوف، يعني فكرة إنه أحد يجيب بيانو ممكن في فرح، فحكينا أكثر عن الموضوع. بالنسبة للبيانو هو إحنا بنستخدمه أكثر شيء في الاستقبال، في الريسبشن بيكون، يعني طبعاً عارفة إحنا عندنا اللي هي طاولة التفاسير والفوفل وكذا، فإحنا بنستخدمه بنستخدم معاه طاولتين. طبعاً بنزينه بالألوان اللي استخدمتها هنا، أنا تعنيت إنها تكون فرايحيه بما ان احنا داخلين على السمر تايم، فنبين للعرايس انه كمان حلو لما يكون ملون برضه
بيكون لي بيرسونال شخصيه احلى. ايوه بيكون بهجه احسن من انه احيانا يكون بس ابيض بس بينك. بس ما بتصير لينا خلافات معك ومع العروسه يعني؟ لا الحمد لله. في بعض مو خلافات اللي هي توصل لمشاكل، لكن ممكن اختلاف في الراي. بعض العرايس يكونوا متمسكين جدا بارائهم، ممكن هذا الراي ما يكون في مصلحتهم، او ممكن تختار الوان ما تكون مناسبه لشخصيتها. فدور لينا في هذا الموضوع. شوفي از ديزاين يعني كمصممه يعني ببدي لها رأي، احيانا تكون مختاره لون ما بتماشى مع لون القاعه. فمديه انه مثلا يفضل انه يكون يعني زي كذا نغطي القاعه مثلا بستاير او نغطي الارضيه اذا انت مصره على ذا اللون. لكن انت ممكن كمان تتحكمي في ديكورات القاعه. ايوه طبعا طبعا، مو هذه من الحاجات اللي دارجه دحين، انه احنا صرنا ما نعتمد على ديكور القاعه، خلاص احنا بنفرض ديكورنا. بنفرض ارضيتنا، عارفه لما تكون كله ابيض مثلا او كده بنشتغل على لوحه بيضاء يعني. حتى الارضيه الحلو كمان صاروا يسووا حركات ويكتبوا الاسماء. أيوة. على الارضيات اشياء غريبه. أيوة. بس اليوم كمان من الاشياء اللي بتصير انه صار في وعي عندنا احنا البنات. من الوعي ده كمان تطلع مشاكل اللي هي الطلبات الغريبه العجيبه. أيوة. ايش نقدر نقول اغرب طلب من عروسه جاكي يا لينا؟ اوكي، هو مو مره غريب بس كان التوقيت غير مناسب. كانت في عروسه تبغى الكوش حقتها هي يعني حديقه، فتبغى في الورده اللي هي في الاحواش تنزرع الجهنميه. أيوة. اسمها اللي تيجي فوشيا. أيوة. هي كانت تبغاها ابيض، وفي ذاك الوقت مو موسمها ابيض، عارفه. وقعدنا نلفلف يعني رحت مشاكل وهي ما هي راضيه تغيرها يعني، عجبنا لها بدائل كثير وهي لا يمكن هي الا تبغاها. هذه عارفه ايش تبغى بالضبط. ايوه، فالين يعني الحمد لله قبل الفرح بيوم لقينا واحد من الاحواش جزاهم الله خير يعني اعطونا. حلو طبعا لينا دحنا ونورتينا اليوم في لمس سيدتي مصممه الاعراس والمناسبات. شكرا لحضورك معنا، وشكرا اكيد على لمساتك المبدعه في الاستديو. شكرا لكم على الاستضافه. طبعا متابعينا فقرات سيدتي باقي مستمره وافراحنا باقي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.